ولكن عندنا النهارده كفته تانية بقى، ولكن للفطرين، كفته بزيتون وليمون. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. كفته بالزيتون والليمون عباره عن نص كيلو من اللحم المفروم، نص كيلو من اللحم المفروم، وبصلايه، وفصين ثوم، ومعلقه بهارات، ومعلقه بابريكا، ومعلقتين بقدونس، ونص معلقه بودره زعفران، ومعلقه كركم، وثلاث ثمرات فلفل الوان متقطعين مكعبات، واثنين بطاطسايه، واثنين بصلايه ثانيه كبار متقطعين كبير يعني، وعندي طماطميتين، واثنين ثمره كوسه، وفصين ثوم، ونص كوبايه ليمون مخلل، ونص كوبايه من الزيتون الاخضر، وثلاث معالق زيت زيتون. وهقول ثاني المقادير من اول وجديد. نص كيلو من اللحم المفروم، نص كيلو من اللحم المفروم، وكمان بصلايه مفرومه، وفصين ثوم، ومعلقه بهارات، ومعلقه بابريكا، ومعلقتين بقدونس، ونص معلقه بودره زعفران، ومعلقه كركم، واخيرا ده كده مقادير الكفته. عندي ثلاث ثمرات فلفل ملون، وبطاطسيتين. البطاطسيتين دول خدناهم بلانشي. يعني ايه بلانشي؟ يعني دخلناهم في الزيت كده لمده دقيقه وطلعناهم من الزيت، هنشوف شكلهم دلوقتي عشان ما تاخدش وقت في التسويه. وكمان عندي اثنين ثمره بصل، واثنين ثمره طماطم، واثنين كوسه، وعندنا فصين ثوم، ونص كوبايه ليمون مخلل، ونص كوبايه زيتون اخضر مخلل مخلي كبير زي ما هو سليم، وثلاث معالق زيت زيتون، وهنقدمه مع كسكسي. تعالوا مع بعض يلا نشوف. اول حاجه اللحمه اهي، اللحمه المفرومه نحطها، ونحط عليها كل مقادير التتبيل. اول حاجه الملح والفلفل والبابريكا والكركم والبهارات وبودره الزعفران كله مع بعضه، وبعدين الثوم، وبعدين البصل او العكس، البصل والثوم، وندعك كل ده مع بعضه مع البقدونس. وناخد معانا ام اسلام. يا اهلا بحضرتك. الو، اهلا بيكي. السلام عليكم شيف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ عامل ايه؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم اكيد وحشنا والله. يا شيف يا رب يخليك يا رب. وحشنا صوتك والله. اشكرك، ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا شيف. اتفضلي يا فندم. انا بشكرك اولا، بشكر هبه على ذوقها واخلاقها. بجد يا شيف يسري انت معاك كاست جميل جدا والله. ربنا يخليهم لنا بجد والله، يعني الناس كلها رائعه بجد يا شيف يسري. القناه كلها ذوق واخلاق طبعا يعني، وحضرتك يعني اقول ايه، ذوق والاخلاق والادب. ربنا يكرمك يا رب يا شيف يسري. يا رب يخليكي ليا. ربنا يكرمك. ومش عارفه اشكرك ازاي على ايه بس. الاكله بجد اللي انت عملتها، الفراخ الهندي بالكاري، جربتيها حضرتك؟ جربتها، جميله جدا. ربنا يخليك، ويا ريت من الان لاخر كده تبقى تعمل لنا حاجات زي كده ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ربنا إن شاء الله. يكرمك ويحسن. طب الاكله دي مغربي؟ الاكله دي مغربي والله. بص يا شيف يسري، هي بتتباع على انها هندي. معرفش يعني. لا انا بتكلم على ان احنا بننوع يعني في اكلاتنا. بننوع. يعني انا عندي اسلام بيروح يجيبها بقى من المطاعم دي. بس مش قادره اقول لك، هي طبعا اسعارها اوفر قوي، بس لما طبعا جربتها حلوه يعني، وسعرها مش هتكلف كتير يعني، ما بتكلفش. طلعت زي اللي بتشتريها ولا احسن ولا اقل شويه؟ لا حلوه. لا حلوه زيها بجد يا شيف يسري. كفايه ان هي من ايد حضرتك. لا من ايد حضرتك بقى، وان هي مضمون هي معموله ازاي. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا بشكرك جدا، وبشكر الكاست الجميل كله، بشكر كل اللي ورا الكاميرات اللي بيتعبوا قد ايه مع حضرتك عشان يطلعوا لنا بجد بجد. واحنا كمان بنشكرهم على تعبهم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. انا مش هعمل حاجه غير اعمل الكفته اصبعها كده. احنا عملنا زي ما قلنا. في واحد تاني بيضاوي كده فيه، بس بسرعه من فضلك. يبقى احنا عملنا زي ما قلنا الفطاير بتاعتنا في طبق كمان اهو، وتفضلوا معانا. حلوه قوي، فيها مكونات غذائيه روعه. احنا كل اللي هنعمله دلوقتي بعد ما خلصنا الكفته هنعمل ايه؟ هنجيب البصل المتقطع مكعبات، والطماطم، وكمان الطماطم والفلفل والكوسه، وهنا البطاطس اللي احنا قلنا خدناها بلانشي يعني يا دوب غليت في الزيت شويه، وعليها الليمون، ونخلي شويه على الوش، وعليها الزيتون، ونخلي شويه على الوش، ونقلب كل ده مع شويه من زيت الزيتون حوالي معلقه كده،
وبعدين ما تنسوش ان في هنا منكهات، في كركم وفي بابريكا وفي بودرة زعفران وفي بهارات، وهنحط شوية ملح هنا وشوية من الفلفل فقط، وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه، ونجيب الطاجن بتاعنا اهو. ده ني يا شيف يسري؟ اه ني، كله ني في ني. اه كله ني في ني. وناخد كده نقلبه، ونقوم جايبين الطاجن بتاعنا حاطين فيه الخضروات بتاعتي كلها. وبعدين ناخد ناخد اللحمة. منور يا حبيبي، منور والله 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 العظيم. ثلاثة. ناخد الكفتة حبيبي، ونروح نحط عليها بقية الزيت زيتون بتاعنا اهو، وندخلها الفرن كله يتكمر مع بعضه. ليه بقى؟ علشان خاطر المية او الصوص السائل الموجود في اللحمة ينزل مع الخضروات مع شوية مية صغيرين ويسويها اهو، شوية مية صغيرين خالص حوالي معلقتين اهو. وبعدين نقوم حاطين كمية شوية كمان من الزيتون اهو، وشوية من الليمون على الوش. ده بقى بيسموها زي ما بنقول طاجين، طاجين. ونغطي الغطا ده، وندخل فين؟ الفرن، على أرضية الفرن، ونسيبه لغاية ما يتشرب معانا. والمية اللي احنا حطيناها لما تغلي هتطلع معايا تسوي الكفتة، والكفتة تنزل ميتها، يبقى كده في تبادل بين الاتنين كله مع بعضه. وعندنا هنا كسكسي هنقدمه معاها، ولكن ساعة التقديم.